حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميموء يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي عن عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين قتل أحدهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات الآخر فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قال قلنا اللهم أغفر له اللهم ارحمه اللهم ألحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين صيامه أو عمله بعد عمله ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض؟